فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر وصلاها من النهار شفعا، فهل يكره قنوته فيها أم يسن؟ نعم، خلاف السنة، الرسول ما قنت فيها، قضى الوتر وشفعه ولم يقنت فيه النهار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، والقنوت ليس من الوتر، القنوت ليس من الوتر، إنما هو دعاء، دعاء في الوتر سنة من سنن الوتر، فلا يأتي به إذا قضاه في النهار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.